في 23 من أبريل من العام الحالي 2023 انطلقت الطائرة المسيرة الأوكرانية المطورة من طراز J-22 لتشق طريقها بالسماء قادمة من أوكرانيا صوب موسكو. مهمة الطائرة الكاميكازي كانت اغتيال رئيس روسيا فلاديمير بوتين عبر مداهمة موكبه وقصفه بقذيفة تزن 17 كيلوغراما من المتفجرات في لحظة ترجله من سيارته خلال زيارة إلى منشأة صناعية. لكن الطائرة التي طورتها المخابرات الأوكرانية ليصل مدى طيرانها ل 800 كيلومتر تحطمت قبل أن تصل هدفها، قبل أن يتم العثور عليها في غابة قرب موسكو. كل هذه التفاصيل خرجت بها تقارير إعلامية غربية مؤخراً لتتحدث عن آخر محاولات الاستخبارات الأوكرانية لاغتيال بوتين. ورغم أن أحداً لا يعرف إن كانت روسيا دمرت الطائرة وهي بطريقها لاغتيال بوتين أو أنها تحطمت من تلقاء نفسها جراء حادث ما أو ارتطام غير متوقع، أو حتى أن محاولة الاغتيال هذه قد حدثت حقاً وليست مجرد تلفيقات صحفية صفراء، على حد قول المتحدث باسم الكرملين الذي أكد أن لا معلومات حالياً عن محاولة أوكرانية لاغتيال بوتين. لكن رغم محاولة روسيا النفي اليوم، يبقى ثابت أن التفكير باغتيال الرئيس الروسي بوتين لم يتوقف منذ زمن، وقد حدثت محاولات عدة لتحييد سيد الكرملين، آخرها بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، حتى أن بعض الدعوات الغربية لاغتياله خرجت للعلن على ألسنة مسؤولين بينهم السيناتور الأمريكي لينسي جراهام الذي دعا الروس إلى اغتيال بوتين حين قال: على شخص ما في الدائرة المقربة من بوتين أن يزيح هذا الرجل. لكن ما هي الوسائل التي يتبعها بوتين لحماية نفسه؟ ولماذا يصفها البعض بالشيطانية؟ وكيف جرت محاولة اغتياله السابقة ولماذا فشلت؟ ابقوا معنا، ففي هذا التقرير المرئي من إنتاج ستيب نيوز سنجيبكم بالصوت والصورة على كل هذه الأسئلة وأكثر. فرسان بوتين. هذا فلاديمير بوتين، اليوم هو رئيس روسيا وسيد الكرملين، لكن لا يجب أن ننسى بكل تأكيد بأنه عميل سابق وضابط في المخابرات السوفياتية الKGB، ومنذ صعوده إلى السلطة في عام 2000 ما زال حريصا حد الهوس على أمنه وسلامة صحته، فهو لا يبخل بجهد لحماية نفسه من الاغتيالات والانقلابات، ويطبق خطط حماية أساليب تنقل آمنة توصف بالشيطانية، خاصة بعد اندلاع حرب روسيا وأوكرانيا، حيث أصبح مهووسا وفقا للغرب بفكرة أن هناك شخصا ما في طريقه للتخلص منه، وأن دولا كبرى تخطط لقتله. ويقبع على رأس أولوية إجراءات بوتين الأمنية حرسه الشخصي المجهزون بحقائب واقية من الرصاص وأسلحة مضادة للدروع، حيث يحيط بوتين نفسه بنخبة من الحرس الشخصي يطلقون على أنفسهم لقب الفرسان. وقوة النخبة هذه هي وحدة عسكرية خاصة ينتمي أفرادها إلى خدمة الحراسة الاتحادية الروسية، وتعود جذورها إلى عام 1881 حين أحاط القيصر ألكسندر الثالث نفسه بحرس الحماية بعد اغتيال والده. واليوم في عهد بوتين باتت وحدة الفرسان أقرب لوكالة حكومية تتولى حماية مسؤولي الدولة الروسية رفيعي المستوى، إلا أن النخبة النخبة هم من يحيطون ببوتين، إذ يجري انتقاؤهم بحرص شديد استنادا إلى معايير عسكرية عالية، بينها الإجادة الكاملة والرفيعة لاستخدام كل أنواع الأسلحة خاصة القناصة، إضافة إلى خضوعهم لاختبارات نفسية أثناء العمليات العسكرية وقدرات التحمل البدني. ووفقا لتقارير إعلامية روسية، يجب أن يتم تجهيز مرافق بوتين بحقائب خاصة مضادة للرصاص تعمل درعا لحمايته عند الحاجة، كما يحملون مسدسات من طراز SR فيكتور عيار 9 ملم روسية الصنع والمزودة برصاصات خارقة للدروع. ومن ضمن الإجراءات الأمنية المتبعة لحماية بوتين من الاغتيال بحسب تقارير الغرب، تأمين بدلاء مشابهين لبوتين حد التطابق بشكل دائم للاعتماد عليهم عند الحاجة، علاوة على الأفراد الذين يتذوقون الطعام قبله لضمان خلوه من السموم.
وبحسب أنباء شاعت مؤخرا، فإن بوتين أمر بصنع قفازات خاصة له لحماية بشرته من التعرض المحتمل للمواد الكيميائية القاتلة، كما قلل من عادته الصباحية الخاصة بنزول حمام السباحة، وبات يطلب من المختصين أن يختبروا الماء لعدة مرات في اليوم للتحقق من عدم وجود مستويات عالية من المواد الكيميائية. ويمكن النظر إلى لقاءات بوتين الأخيرة للتأكد من أنه لا يسمح لكثيرين بالاقتراب منه. وليس فقط قادة العالم الذين لا يثق بهم كرئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، بل حتى خلال لقائه مع مستشاريه، فإنه يحافظ على مسافة لا تقل عن 20 قدما عن مجالسيه. وفي تنقلاته يبرز قطار بوتين المصفح الذي يشغل دوائر استخبارات الغرب، حيث عرفت أخيرا لماذا تعجز عن تحديد تحركات رئيس روسيا بعد تقرير من مركز دوسيي سنتر الاستقصائي عن استخدام بوتين قطارا مصفحا للتنقل داخل روسيا، وبمميزات أنه مضاد للرصاص والقذائف والصواريخ ومقاوم للهجمات غير التقليدية بما فيها الكيميائية والإشعاعات النووية، ويتضمن عربة رئاسية بها غرفة نوم وأخرى مليئة بمعدات الاتصالات المتطورة، إضافة إلى ترسانة أسلحة مخزنة في عربات عدة. ولا يتوقف إلا في محطات سرية يتم تزويد كل منها بفرق حراسة ومهبط طائرات بنيت لخدمة 3 مساكن كبرى للرئيس الروسي، والمبنية بكتل إسمنتية خرسانية منيعة على كل أنواع الهجوم بما فيها الصاروخي والمدفعي وحتى من الهجمات الكيميائية. وعند الحديث عن سيارة بوتين، لابد وأن تلفت الانتباه هذه الليموزين العملاقة من طراز أوروس وتزن 7 أطنان وتلقب بالقلعة، تم تصفيحها وتصميمها لتقاوم القنابل والهجمات الكيميائية. تحتوي هذه السيارة على إطارات بدون هواء لا تفسد ولا يؤثر بها الرصاص أو الثقوب، ويمكن لركابها البقاء على قيد الحياة في أي ظروف حتى لو كانت السيارة مغمورة بالكامل في الماء، وهي مزودة بكاميرات للرؤية الليلية وزجاج مقوى بسمك 6 سنتيمترات ومصفحة بدروع عسكرية، وبها مخرج طوارئ وتحمل أسلحة كثيرة، وتحتوي على إمدادات من دماء الرئيس وجهاز لحفظ الحياة، ومصنوعة خصوصا بهيكل ميكانيكي غير قابل للتدمير. وحتى في حال وقوع هجمات نووية، فإن بوتين سيتوجه فورا إلى طائرة يوم القيامة التي باتت وكأنها دولة متكاملة يستطيع بوتين أن يحكم منها وهو في الجو دون أن يصيبه أي أذى جراء الإشعاعات النووية. روح بوتين وكف العفريت. في عام 2017 كان بوتين في مقابلة مع المخرج الأمريكي المثير للجدل أوليفر ستون، ولم يتردد بوتين حينها قبل أن يعلن أنه تعرض لمحاولات اغتيال عدة. وبحسب تقارير استخباراتية غربية، فإن بوتين نجا من 5 محاولات اغتيال على الأقل، آخرها وفقا للاستخبارات الأوكرانية نفذها أفراد من منطقة القوقاز بداية الحرب الروسية الأوكرانية. أما صحيفة ذا سان البريطانية فذهبت إلى كشف المزيد حول تفاصيل محاولة اغتيال بوتين، ومفادها أن سيارة الرئيس بوتين تعرضت للهجوم بقنبلة، إلا أنه لم يصب بأذى وجرى تأمينه، وحينها نفذت العملية باستخدام سيارة إسعاف ودراجة نارية عندما كان بوتين عائدا إلى مقر إقامته الرسمي في موكب سيارات مخادع، عبر استخدام موكب احتياطي يتكون من 5 سيارات مصفحة، حيث ركب بوتين في 3. حينها وعلى بعد كيلومترات قليلة اعترضت سيارة إسعاف ودراجة نارية أول سيارة مرافقة، فيما تحركت السيارة المرافقة الثانية دون توقف بعد أن انعطفت بقوة قبل أن يدوي صوت انفجار قوي متبوعا بدخان كثيف. وفي هذه اللحظة شقت سيارة بوتين طريقها للخروج من موقع الهجوم للوصول إلى مكان آمن. ووفقا لتقارير غربية، فإنه بعد محاولة الاغتيال هذه تم إيقاف رئيس الحرس الشخصي للرئيس وأشخاص عدة آخرين،
وإضافة لمحاولة الاغتيال الأخيرة بحسب صحيفة The Sun، فإن بوتين تعرض لأربع محاولات اغتيال سابقة، بينها خلال زيارة رسمية إلى أذربيجان في يناير 2002، وآنذاك تم اعتقال رجل عراقي على صلة بأفغانستان والمتمردين الشيشان. قيل بأنه خطط لقتل الرئيس الروسي، إلا أن الاستخبارات الروسية أفشلت العملية. وفي نوفمبر عام 2002 ظهرت تفاصيل محاولة اغتيال أخرى لبوتين، إذ كان من المفترض أن تمر سيارته عبر طريق سريع بالقرب من الكرملين، وعلى طول الطريق وقفت مجموعة من الرجال ادعوا أنهم يركبون لافتات جديدة، لكن الأمن الروسي غير مسار سيارة بوتين بعد أن تمكن من اكتشاف 40 كيلوغراما من المتفجرات معدة للانفجار على طول الطريق. وبحسب التقارير الغربية، فإن أكتوبر من عام 2003 شهد إحباط شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية لمؤامرة لقتل بوتين كان يخطط لتنفيذها رجلان، أحدهما كان قاتلا مأجورا سابقا لدى المخابرات الروسية. وفي عام 2012 تم القبض على المعارض الشيشاني آدم أوسمايف بعد إحباط ما قيل إنها مؤامرة لاغتيال بوتين. وحين ذاك أعلنت أجهزة الأمن الروسية أنه تم القبض على أوسمايف من قبل القوات الخاصة في ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود. ورغم فشل كل محاولات الاغتيال السابقة لبوتين، لكن يبدو أن الغرب بات مسكونا بإمكانية التخلص منه، بينما يزداد هوس بوتين بالإجراءات الأمنية يوما بعد يوم.